طبعا ده جوز جديد اهو بنولفه على بعض. العصفور الاصفر ده كان عامل عش، بس العصفورة اللي هي ولفته طبعا هجرت العش وقدرت تهرب بطريقة ما، وده تقصير مني. وطبعا هبقى اتكلم في فيديو تاني عن الاخطاء اللي ممكن تعملها وانت بتربي عصفور علشان الناس تاخد بالها كويس، تمام. والنتيجة كان ان في 4 فروخ كانوا هيضيعوا مني، الحمد لله لحقتهم ونزلتهم العش اللي هو الكبير اللي انا بربي فيه. طيب بس النهارده انا جاي اتكلم على حاجه معينه بالظبط، جاي اتكلم عن الفلفل الحراق. الفلفل الحراق وجبه مهمه جدا للعصافير، زي ما احنا شايفين كده هو بيمد العصافير بالطاقه وبيحفزهم في التزاوج، يعني بيخلي العصفور والعصفوره الاثنين، يعني العصفوره البيضاء اللي قدامنا دي عصفوره نتايه، هو بيحفزها على التزاوج وان هي تطلب التزاوج من الذكر اللي موجود معاها في العيش. بيدي انتاجيه كمان، يعني الفلفل مهما كان حراق فهو حراق عليك انت لكن مش حراق على العصفور. العصفور بيحب الحاجه دي كويس جدا، يعني زي ما احنا شايفين كده هي بتاكل وبتستمتع، مع ان هي غريبه على العيش، هي النهارده تقريبا تاني يوم ليها في القفص، بس يعني هي حابه ان هي تستمتع بيه وبتاكل وهي مطمنه يعني. طبعا ممكن دلوقتي تحصل خناقه بينها وبين العصفور على الفلفل، لان ده وجبه مفضله ليهم، كانك جايب لهم حاجه ما حصلتش، تمام اهو اتفرجتوا. انا كنت عامل سلسله للعصفور الاصفر ده وزوجته واولادهم من اول ما طلعوا من البيضه لغايه ما نزلتهم العش الكبير، بس للاسف اخر فيديو كانت العصفوره الام هجرت العش ومشيت يعني. بسم الله ما شاء الله، العصفور قوي، إنتاجه كان ممتاز، يعني مش هقدر أقول حاجة غير لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده عشان أنا متابعه بالفيتامينات، بحط له فيتامينات معينة هتكلم عليها طبعا، وهجيب متخصصين يتكلموا في حكاية الفيتامينات للعصافير تدي إيه والنسب بتاعتهم كمان، يعني الموضوع مش كده وبس، مش أكل وبس، لأ يعني في حاجات كتير عشان تربي عصفور. هو أهو زي ما إحنا شايفين هو زي ما بيقولوا كده بيرغي اهو، بيرغي عصفور طبعا في مرحلة الشباب، عمره دلوقتي سنة بالظبط، عصفور قوي. لو وريتكم ابوه وامهم موجودين عندي على فكرة، يعني ده تفريش من تفريش الاساس اللي عندي، تفريش الاساس اللي عندي اللي هم سكر ولوز اهو، لوز اهو واقف، أسد موجود بسم الله ما شاء الله، ده الأب الأساسي، ده أول عصفور ربيته في حياتي، ولوز موجودة معاه بس عندها فروخ في العش جوه فهي بتأكلهم دلوقتي، تمام؟ يعني دول كان وش السعد عليا الأمانة بسم الله ما شاء الله. الراجل اللي كان بيربيهم ربنا يبارك له، يعني الراجل صاحب المحل اللي هم جايين من عنده بأمانة الله يبارك له، جايب جوز متأسس صح، واكل صح، واخد فيتاميناته، أكله مظبوط، مش حاجة ضعيفة، يعني مش حاجة طالعة كده أنت فاهمني مع أول شوية برد تلاقيها باظت منك، لأ حاجة متأسسة. كمان دلوقتي أنا لو سبت العش مفتوح عند سكر ولوز ما بيخرجوش، هم خلاص اتعودوا على القفص بتاعه، وده مش كل أنواع العصافير. يعني في عصفور تلاقيه شرس شويه يعض ويخربش، وفي عصفور تلاقيه يلعب في القفص عايز يخرج من القفص باي شكل. سكر ولوز مش من النوع ده، لا يعني هنا العصفور ده كويس وهادي اهو. طبعا انا عايزكم تساعدوني ونشوف هنسمي جوز العصافير دول ايه، هستنى تعليقاتكم باذن الله، وان شاء الله هبلغكم لما بيحصل عمليه التزاوج او التوليف بين الزوجين. طبعا في انواع كتيره من الاقفاص، انا جايب قفص عادي لان انا عندي القفص الثاني الغالي هوريه لكم برضه، هو امن للامانه، يعني القفص الغالي امن واحسن، حتى شكله شيك هفرجكم عليه في مره تاني ان شاء الله.